Bonjour mes élèves du 4e année primaire et bienvenue sur votre chaîne Apprendre avec Siham. D'abord, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. قبل ما نبداو الدرس ديالنا ديال اليوم ان شاء الله ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه الا مازال ما اشتركتوش وتفعلوا الجرس باش هكذا توصلوا بكل فيديو جديد وخليوا لي التعليق ديالكم الا ما فهمتوش شي حاجه ايضا تبعوني على مواقع التواصل الاجتماعي ديالي اللي كتحمل نفس اسم القناه ابروندر افيك سيهام دونك اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا واحد التكست كيهضر على لا مارش فيرت غنشرحوا لكم بيان سور وغادي نجاوبوا على لي كيسيون ديالو ان شاء الله بقاو معايا دونك نبداو على بركه الله لا مارش فيرت لو 16 اكتوبر 1975, feu Sa Majesté le roi Hassan II avait annoncé l'organisation de la plus grande marche pacifique de l'histoire, la marche verte. Yani, nhar 16 octobre 1975, Sa Majesté le roi Hassan II, yani le Malik Hassan II, avait annoncé l'organisation, yani, علن على لا بلو غروند مارش يعني المسيره الكبيره اللي غادي تكون في التاريخ وهي المسيره الخضراء سيت مارش ا بيرمي لا ليبراسيون دي بروفانس دو سود يعني هذه المسيره هذه عطات تحرير يعني حررات لي بروفانس دو سود يعني لي ريجيون ديال الجنوب يعني المناطق الجنوبيه حرراتهم C'est ainsi que 350 000 Marocains de toutes les régions du royaume, dont 10% des femmes, avaient participé à la marche verte brandissant le Saint-Coran et le drapeau national. Yani, chaque fille a 350 000 Maghrébis, من المناطق ديال المملكة, بما فيهم 10% ديال les femmes. يعني ديال النساء اللي شاركوا حتى هما في هاد لا مارش فيرت وشنو كانوا دايرين كانوا هازين لو سان كورون القران الكريم اي لو درابو ناسيونال يعني العلم ديال المغرب فوالا الوغ من بعد ما فهمنا التكست غادي نجاوبوا نيشان على لي كاستيون عندي دابخي لا فوتو ا كي سا ماجيستي لو روا حسن دو سادريس تيل يعني من خلال هذا التصاور الملك الحسن الثاني رحمه الله لمن مع من كيهضر مع الوقت يهضر مع لو بوبل ديالو ولا الشعب ديالو الوغ الشعب المغربي il s'adresse au peuple marocain d'accord alors يهضر مع الشعب المغربي très bien alors d'après le titre de quel événement historique s'agit-il dans le texte Alors, من خلال التكس هضروا لينا على لا مارش فيرت دونك انا جي اكري ici la réponse la marche verte prégalena d'après le titre et les photos sur quoi le texte nous informera-t-il à ton avis علام غادي شمن معلومات غادي يعطينا alors le texte va nous donner des informations sur la marche verte يعطينا معلومات على المسيرة الخضراء نكملو قالوا لنا جو كونستروي لو سونس كون فو سا ماجيستي لو روي حسن دو اتيل انونسي لورغانيزاسيون دو لا مارش فيرت فوقاش هو اعلن على التنظيم ديال هاد ديال هاد المسيرة الخضراء الوغ لو 16 اكتوبر 1975 يعني في 16 اكتوبر 1975 qu'est-ce que la marche verte a permis de réaliser يعني la marche verte شنو حققات alors il a permis la libération des provinces du sud يعني تحرير ديال لي ريجون ديال لو سود المناطق الجنوبيه donc غادي نقولوا la marche verte a permis la libération des provinces du sud هذا هو الجواب الوغ كنعتذر على الصوت ديالي ما كانش واضح مزيان غير مع
مريضه شي شويه. نكملو. قالوا لنا كومبيان دو ماروكان اون تيل بارتيسيبي على لا مارش فيرت، يعني شحال من مغربي شحال من مغربي لي شارك في هاد المسيره الخضراء. الوغ راه قالوا لنا 350,000 ماروكان، 350,000 مغربي. كو توني دون لور مان لي بارتيسيبون et les participantes à la marche verte. Les mouchariques ou les mouchariquettes qui شاركوا في هذه المسيرة الخضراء شنو كانوا هازين في يديهم؟ alors le saint coran et le drapeau national. alors le saint coran et le drapeau national. donc حد هنايا كتنتهي لا فيديو ديالنا. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجايه وفي درس جديد. au revoir mes chers élèves.